السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة في البداية نتمنى منكم المشاركة وتفعيل زر الاشتراك صدر قصر العين يحذر من التعرض لرياح الخماسين حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة المواطنين خاصة مرضى الحساسية الصدرية من التعرض للموجة الأولى من رياح الخماسين وشدد سالم على ضرورة البقاء في المنزل وعند الخروج الالتزام بالكمامة الطبية للحفاظ على تدفئة منطقة الوجه ومنع تفشي فيروس كورونا ونصح سالم المواطنين بتخفيض الملابس تدريجيا في نهاية الفيديو نتمنى السلامة للجميع